يابا 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 يابا. حاضر يا ابو اريام ولا يهمك، انا وامه بنجهز كل شيء، يعني يرجع مرزوق يلقى كل شيء جاهز ان شاء الله ولا يهمك. حاضر، انا بتصل فيه واكد عليه انه يخلص اموره بلندن ويرجع بسرعة وقت. لا تشيل هم يا اخوي، ان شاء الله. يلا فهم الله، مع السلامة. شو السالفة؟ اريام متضايقة لان مرزوق سافر وتركها، وابوها يقول ان نفسيتها وايد تعبانة، ومتصل فيه مرزوق وقايل له ارجع، وانا ايدته بهالشيء. متأكد ان هذا هو السبب؟ شو تقصدين يا هند؟ ما ادري، بس انا عندي احساس ان في سبب ثاني خلى ابو اريام يتصل على مرزوق ويطلب منه انه يهد دورته ويرجع الديره. سبب ثاني مثل شنو؟ اريام لو تحب مرزوق ومتضايقه من غيابه كان بين عليها، بس الظاهر اريام في راسها سبب ثاني اللي خلى ابوها يستعيل في زواجها. وضحي كلامك يا هند، انا ماني فاهم ايش تقصدين. راشد، الكلام اللي بقوله يمكن يضايقك. انا احساسي يقول ان اريام تحب واحد ثاني وكانت تبي تتزوجها، بس ابوها منعها. انا شفتهم بعيني، بنفسي شفتها يوم ان زميلها يوصلها بسيارته. هند، ما ابي اسمع ايش تقولين هالكلام. مرزوق ولدي، وانا ما ابي اظلمه بهالزواج. بس يا هند لا تنرفزيني وطلعيني من طوري. اريام لا يمكن تسوي كذي، وبعدين ما حد جبرها انها تتزوج مرزوق، هي بمحض ارادتها وافقت. وبعدين مو معنى ان زميلها وصلها البيت يعني في بينه وبينها شيء لا سمح الله. كلنا نعرف اريام ونعرف اخلاقها عدل، لا يمكن تسوي كذي. راشد، انا بس ولا كلمه، وان سمعتك تكلمتي مع مرزوق او مع اي واحد بهالموضوع مالك قاعده بهالبيت ولا دقيقه. راشد، انت من صدقك؟ انت اول مره تهددني بهالشيء؟ سمعيني زين يا هند، زواج مرزوق من اريام معناته ما في احد يتدخل بيني وبين اخوي. انا ما صدقت على الله ان اريام توافق، يا انت يتفرقين بينهم؟ سمعيني زين، انا ما اسمح لاي انسان ان كان، لا انت ولا غيرك، انه يتسبب في تفرقه العائله، مفهوم؟ مفهوم. بشار، أنا تعبانة وايد، صارحت أبوي قلت لأني ما بيتزوج مرزوق، قلت له بعد أني أحبك وبيتزوجك أنت. هذه أول مرة في حياتي أشوف أبوي يعصب علي بهالطريقة، رفض حتى يسمعني. أنا في قمة التعاسة يا بشار. بشار، أنا أحبك، مستحيل أتخلى عنك. إيش بتسوين الحين؟ تسمعين كلام أبوك؟ عمري ما حسيت بطعم السعادة إلا عقب ما تأكدت إني أحبك، أو بمعنى أصح بس اخترت الإنسان اللي أقدر أحبه. أنا أحبك. أريام، أنا لازم أطلع من حياتك وأنسى كل اللي صار بيني وبينك. كملي حياتك مثل ما كانت، هذا أفضل لي. راح يتم حبك في قلبي طول العمر، عمري ما راح انسى.
أول مرة شفتك تبكي فيها يوم توفت أمي الله يرحمها. الحين أكيد اللي نزل دموعك مو شي سهل. تكفى قولي ايش فيك. حبيت بنت معي بالدوام وهي بعد حبت. ليش ما قلت لي؟ بعدين اللي حبي يصير فيه كذي؟ دام هي بعد تحبك المفروض تكون مستانس. البنت اللي حبيتها طلعت مخطوبة حق ولد حماها. مخطوبة يعني خطبة بس ولا مالج؟ مالجة يعني متزوجة. شلون تحب واحدة متزوجة بشار؟ أنا ما كنت أدري. وهو ما قدرت حاولت أوخر. يعني ما وخرت. ما قدرت. أنا من أول ما شفتني عفستني غيرت حياتي. وهي قالت لي إنها بتهد ولد عمها علشاني. اليوم كلمت أبوها علشان تطلق. أبوها وافق؟ ما وافق. وأنا كنت متأكد من الشيء. مستحيل راح يوافق. أنا وين؟ وريام وين؟ حتى لو ما كانت بتتزوج ولد عمها الأبو ما راح يوافق علي. شلون تورط نفسك بحب واحدة ما تقدر تزوجها؟ أنت أذكى من كذي بشار. الحب ما يستهد. الموضوع فرض نفسه علي وأنا ما كان عندي فرصة أفكر ولا كنت أبي أفكر. أنا بأستريت أنها تحبني مثل ما أنا أحبها. حسيت أني ملكت الدنيا وما فيها. نسيت منو هي شنو مستواها ومن أبوها. مريم مو أي بنت. مو أي بنت يا نورة. مو أي بنت. إذا تميت تفكر بالبنت بهالطريقة راح تدمرك. دام أبوها ما وافق خلاص انسى الموضوع. لا كأنك شفتها ولا حبيتها. ما أقدر. ما أقدر أنسى مريم. مريم ما راح أنساها لآخر لحظة في حياتي. بشار
لقيت ابو اريام جاينا القسم وانا كنت بمكتب ابو بدر. ما دريتي ليش جاي؟ حسيت حيل متنرفز بس ما لقيت حجه عشان اتم المكتب. انا كنت رايحه بس ساعتين استاذن عشان بطلب اودي ام الدكتور. اريام صراحت ابوها بموضوعكم وكذي؟ ايه. دام صار لها يومين ما داومت معناته ان ابوها رفض. هذا الشيء متوقع. اريام وامثالها بس بغوا يتزوجون بيتزوجون من طبقتهم. لو امي ما تنطرني بالمواقف كان عرفت شو السالفه. ما عليه، لما انا ارد اعرف ويا يعلمك. عن اذنك. طول الدرب وانتي ساكته ما تحكيتي وقلنا ما يخالف. وصلنا هني وهم انتي راضيه تحكين. ما تقولي ليش موضوعك؟ هايد متضايقه. ومنو اللي مضايقك؟ ما عندش غير بشار في البيت. ولا ياسمين صاير معاها شيء جديد؟ لا عيال ماكو غيره. بشار اللي مزعلك. قولي ليش مسوي لك وانا اخذ لك حقك. عندي الموضوع. بشار يحب وحده مخطوبه حق ولد عمها. وابوها مو راضي يزوجها بشار. تخيلي من كثر ما يحبها شفته يبكي قدامي امس. متغير ما ادري ايش فيه. اول مره اشوفه بهالحاله. عور قلبي دانا. بشار يبغى معلك امر ابيك بخدمه خاصه. خير ابو بدر. واليوم قدم استقاله بنته ونوال استاذنت قبل شويه. يعني انا اقول لو سمحت تجمع اغراضها الخاصه عشان نعطيهم حق ابوها. ولا خلاص بلغني انا في المكتب. ان شاء الله. عساك على القوه. أنا تشرفت بمعرفتك. وأنا أكثر منك. بس يا ريت نتم التواصل كذي. إن شاء الله ليش لا؟ أنا كلف زميلها بشار عشان يجمع أغراضها. أنا إذنك ثواني بس. إذ راحتك. ها بشار خلصت؟ إي بدر خلصت. على خير إن شاء الله. أبو بدر نسيت أقول لك أريام إن شاء الله بتاخذ ولد عمها قريب إن شاء الله. وأنت بتكون أول المدعوين. ألف ألف مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيك، لا تخلي على أتمنى لها السعادة من كل قلبي إن شاء الله. الله يسلمك إن شاء الله. خلاص هاي الباريام، تروح السيارة وخلي الفراش يبنك. لا 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 ما يحتاج. أنا أنزلهم وياك، مشكور ما تقصر. حياك الله. أمان الله. حياك الله.
لازم تنساها يا يبا. اي لا تستغرب، نوال قالت لي على كل شيء. الناس هذيل ما يلعب معاهم، الناس هذيل يختلفون عنه. لا تفكر انك توقف قدامهم، وان فكرت انك توقف قدامهم يدوسونك. فهمت؟ بشار يحب واحدة مخطوبة حق ولد عمها، وأبوها مو راضي يزوجها بشار. تخيلي من كثر ما يحبها شفته يبكي قدامي أمس. متغير، ما أدري إيش فيه. أول مرة أشوفه بهالحالة، عور قلبي دانا.
ها بنات خلصتوا؟ ايه خلصنا. يعطيكم الف عافيه. الله يعافيك. حبيبتي ممكن تخلينا بروحنا؟ ايه اكيد. انت من صدقك؟ الناس ناطرينك بالقاعة، وايد تأخرتي. أنا بعرف ليش هالضيقة هذه. أنت شنو ناوية؟ ناوية تخربين هالليلة؟ أريام سمعيني عدل. ترى أنا للحين ما قلت حق مرزوق عن شيء. للحين ولدي يعتقد أن أبوك اتصل عليه وقال له هد دورتك وتعال. لأن بنتي ما هي متحملة غيابك. أنا أقول حطي عقلك جبل. حبيبتي ليش تأخرتي؟ ترتجي قبل هيك؟ شو في؟ ليه عم تبكي؟ هاي هند. هلا. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. شكرا. اتمنى انك ما تتاخرين. وانا اتمنى يا ام اريام انك ما تكبرين المشاكل. لان المشاكل اللي صارت بسبتك وايد كافي. امي ما لها شغل بشيء. واذا انت ما تحبينها هذا شيء ثاني. طالع على امك بالضبط. يا خوفي اللي صار في ابوك يصير في مرزوق. شوفي قلقتيني. شوفي طلعي فيني. أبوك غصبك؟ ريام في حدا تاني؟ هلا ريان. بيقول لك اني انا حبيتك. راح اتم احبك لين اخر يوم في عمري. بشار لا تسكت، قول شيء. ممكن اطلب منك طلب؟ قول اللي تبي. انا راح اسوي كل شيء انت تبي. أتمنى أنك ما تتصلي علي مرة ثانية. وهذه آخر مرة تكلميني فيه. الحب اللي بيننا يا بشار
أنا ولا أنت رح ننسى، عمري ما رح أنسى. يا لطيف قد ايه انت اناني، بدك تجوز بنتك الوحيده لشخص ما بتحبه كرمال مصلحتك بس؟ انت اخر من يتكلم عن الانانيه، نسيتي يوم سافرتي وخليتي بنتك وحيده؟ انا ما كان قدامي خيار ثاني، وانت بتعرف هذا الحكي منيح. اللي عارفه اني سافرتي وخليتي بنتك من غير ما تلتفتين، الحين تقولي لي اناني؟ انت تركتي بنتك علشان تعيشين حياتك، لكن انا لا، قعدت معاها اعطيتها كل حياتي. وهلا بدك اياها ترد الدين وتعطيك حياتها بالمقابل. ابيها تكون سعيده. اريام قالت لي انها تحب انسان بسيط من عائله متواضعه. تعرفين يعني شنو؟ يعني باكر لما تتزوجها عقب شهرين بتجيني وتقعد تبكي. انت ما تحبين اريام، ما تحبينها ولا انت حريصه عليها مثلي. اريام بتتزوج الانسان اللي بيسعدها، اللي بيوفر لها كل اللي تبيه. حيوفر لها السعاده كمان؟ اي نعم. إذا امتلكنا القوة والعزوة نقدر نوفر السعادة. تعرفين يعني شنو؟ القوة بالمال والعزوة بالعائلة، إحنا اللي نصنع السعادة. بس هاد الحكي ما بيصير. أدلين لا تتدخلين، أريان بتتزوج ولد عمها، ولا أنت ولا غيرك تقدرون تمنعوني. الحين كل اللي أبي منك إنك تعقلين وتعقلين بنتك، توهين تخلينها تنزل القاعة. يلا وأنا نافركم. عنيد، ما في شي تغير. سامحيني ماما، سامحيني حبيبتي. انت مالك شغل، بعدين حتى لو انت كنتي موجوده هو راح يزوجني، هذا نصيبي. بعدين ترى مرزوق ما في شي، مرزوق زين. صح، بس مو هذا الشخص اللي انت اخترتيه. انت هيك بعمرك ما راح تكوني سعيده. أدري. بشر، اسمعني، أنا متأكدة لو إنك تزوجت هالبنت ما راح تكون مرتاح معاها. هما وين وإحنا وين بشر؟ تدري دانا لما دريت إنك تحب واحدة ثانية ما قامت ترد علي، صكت جهازها
خايفة أكلمها وأحس باللي تمر فيه حبيبتي. لما قلت لها إنك تحب واحدة سوت روحها مو مهتمة، بس أنا عارفها عدل. أنا من زمان كنت حاسة إنها مهتمة فيك، بس ما توقعت إنها تحبك لهالدرجة. اليوم بس عرفت إيش كثر دانا تحبك. بشار دانا ما تعوض، يكفينا مستواها من مستوانا، وتحبك. الأهم من كل هذا إنها تحبك وتحبك وايد. بشار أنا ما عندي أحد غيرك، ومستعد أخسرك أنت بعد. فريدة، على وين؟ عبد العزيز انت مو عايش معي، انت عايش مع ذكريات زوجتك المتوفية اللي مو قادر تنساها. ايش كثر حاولت معك فريدة. أنا ما لومك، وأدري هالشي مو بيدك، بس الظاهر إني ما قدرت أسد الفراغ اللي تركته بحياتك. فريدة أرجوك لا تخليني، أنا بحاجة لك. إيه بس أنا مو قادرة، أنا مو قادرة أعيش ببيت واحد مع ذكريات زوجتك. سلم عمرك دقي 6-0
اثنين ثلاثة يمه الله يابك يمه ياسمين وينها طمنيني يمه دخلوها غرفة العمليات يمه هذه الولادة العمليات ما أدري أي شيء خالتي وين ياسمين شلونها ها يمه توها دخلوها غرفة الولادة إن شاء الله يا رب تكون بالسلامة أنت وين كنت أنا كان عندي اجتماع بالشارع أمي خذتها أنتوا لا تحاتون عاد ذكروا ربكم إيش فيكم الله يهداكم ما أقدر خالتي أنا بروح أسأل الدكتورة تعالي يا يمه نورة تعالي زين خالتي العملية إيش كثر تطول ما أدري يا يمه وأنا إيش دراني إيش كثر تطول يمه ترى ما أعرف سؤال في حريم هالشيء خطر ولا لا يعني يا يمه لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله يقومها بالسلامة يا رب يا حبيبي ولا بالرحمة لا يبا 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 الحلوين الشاطرين اللي يروحون المدفع الحلوين تعالي أمي زميلي هلا 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 حبيبتي هلا أمي هلا يما هلا يلا أمي تعالوا ياسمين أمي حبيبتي يما قومي بدل حق عيالك يلا ماما يلا ماما تعبانة حبايبي امشوا احنا نروح نبدل يلا حبيبي حبيبي أمي حمودي الشاطر يلا 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 يا قطوتي الفاطلة اللي لوح بدل الله يرحمه أتوال جنة إن شاء الله ريان باكر أول يوم العزاء لازم تنامين شوي ترتاحين وراك يوم طويل إذا أنت بتروح ترتاح عادي وأنت لا أنا بتم هني ليش ما تبترجعين معي البيت نام العزاء بيصير هني في بيت أبويا تم هني أحسن ماشي أنا ما عندي أي مانع بس أنا أبي راشد ينام عندي ما في مشكلة أوكي أنا موافق يعني أنا باشر الصبح أمر عليكم صباح الخير حبيبي صباح الخير يبا
ما الحين انا ما راح اشوف يدي. واي صدق استانسنا، كانت حفلتها صدق تجنن. اي والله شفت نوره ايش كثر كانت مستانسه. الله يسعدها ويهنيها ان شاء الله. حبيبتي مسكينه عاد تستاهل، كانت خايفه ما تتزوج وتعنس بس الحمد لله الله عوضها خير. الحمد لله. زين بشار ما تبي تصعد تبدل عشان تنام؟ لا أنا بقعد شوي بروحي بعدين بروح أنا. تقعد بروحك شو تسوي؟ ما أسوي شيء، ما عليه أنا بقعد بروحي شوي. ماشي بشار اللي يريحك. إي بشار بغيت أقول لك ترى أنا خذيت موعد مع الدكتورة باكر عشان موضوع الحمال. دانا أنا كم مرة قالت إني مو مستعيل على الموضوع. بشار قبل لا تكمل أنا وايد مستعيلة على الموضوع، بخاطري يصير عندي ياهل منك. بشار هذه أمنية حياتي. خلاص اللي تشوفينه. ماشي تصبح على خير. وانت من أهلا. بشار ايش فيك؟ لا ما فيني شيء. وبعدين يعني وياكم انتوا وبعدين ما ذبحتوني طلعوا برا. ها 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 ايش فيكم ايش فيكم صاير خير ايش فيك يا ام محمد؟ منو ام محمد؟ منو ام محمد؟ منو انا اسمي ياسمين. منو ام محمد؟ زين خلاص ياسمين ولا يهمك ولا تزعلين حبيبتي. انت شو اللي مضايقك اللي هالمؤذينك؟ ادوني ما خلوني انام جاي يحوسونني وهني وفوق راسي وبعدين يعني. زين خلاص انت رايحي الحين وانا اتفاهم وياهم مالك شغل فيهم. بابا أنا كم مرة قايل لكم إذا أمكم نايمة لا تكون عندها تلعبون؟ ها؟ يلا يلا على غرفتكم يلا يلا قدامي قدامي يلا. هلا يمه. هذا ايش فيها تصارخ؟ لهال المأذين الله يهداهم. أنا أول مرة أشوف أم تكره عيالها. نايمة ما تكرههم. لا تكرههم تكرههم يا محسن بذمتك بذمتك. عمرك شفتها باست واحد فيهم؟ عمرك شفتها لعبت مع واحد فيهم؟ على شنو شايفة روحها؟ ما انت تدرين بعد انا عيالي شياطين ساعات انا ما اتحملهم. ومصمت صمك قول امين مصمت صمك قول امين. عيالي شياطين شو مسوي لكم شو مسوي لكم؟ قاعدين تشلبون على روسكم قاعدين تشلبون بالطوفة قاضب علي عيالي شياطين شو مسوين وعلي عليهم؟ أنا بفهم بفهم فهمني. ها أنت شلون تأمن على عيالك معاها فهمني. صدقني والله يا محيسن لو ما هي بنت أختي كان من زمان أنا قايلت لك ذلفها. إيش دعوة إيش دعوة يا معدبو لهالدرجة؟ لا لهالدرجة ونص لهالدرجة ونص يا محسن
فهمني ايش قاعده تسوي؟ 24 ساعة حاطة راسها ونايمة، فاخة، رافعة خشمها فوق ما تحاجي أحد، على شنو؟ على شنو؟ لو ما أنا مدارية اليهال ومراعيتهم، كان أحد يدري عنهم؟ بفهم أنا، فهمني؟ باكر أنا اللي الله خذ أمانته، أنت شلون بتعيش أنت وعيالك؟ استغفر الله يما الله يطولنا بعمرك. أنا كلمتها كم مرة وقلت لها، بس هي يا أخي ما أدري، كل ما أكلمها أحس أن مخها مو معاي، مو مركزة. عشان فهية ما ادري كلامي ما يهمها، ما ادري ايش فيها، ما ادري يما. محسن انت بتموتني؟ بتموتني ناقصة عمر؟ بتجنني انت بتجنني؟ يسلم عمرك يا محسن، بس الك ابيك تجاوبني بصراحة. تفضلي. على شنو شايف فيها؟ شنو فيها احسن من بنات الكويت؟ فهمني؟ يعني كله قاعد تبرر لها اللي تسوي انه هو زين عاجبك، كل ما اقول لك فيها وفعلتها حطيت لي معلقة كاملة. تبرر تصرفاتها، ترى بنات الكويت ملايين متروسه هني احسن من وياها. زين خلاص ان شاء الله الامور بتنحل. الامور بتنحل. اليهال قدت شبودهم. انا بكم بس خل نطلعهم ونونسهم. زين زين بطلعهم، انا اصلا قايل اني بطلعهم، يعني حاط الفكره ببالي. والله اليهال زعجوها. اهلا مدام دانا. هلا حبيبتي، شلونك؟ الحمد لله تمام. الدكتوره موجوده؟ اه موجوده، بس عندها مراجعه ودخلك لي على طول. يلا اوكي انطرها. شكرا. انت من صدقك هذا الحريم اللي جايين يعزونك وقعدت لي هني تلعبي لي ولدك؟ ما يهمني احد. ابوك توفى والحريم اللي جايين يعزونك مو حلوه يطلعون يشوفونك وانت قاعده تلعبين ولدك. ما يهمني شو يقولون، وهذه اكبر مشكله عندك ان ما حد يهمك. طبعا اي حد تفرض الظروف علي اكيد ما يهمني. ايش تقصدين خالتي؟ الله يخليك، انا ما بدش معاك بنقاشات لا الظروف والوضع اللي احنا فيه يسمح، وانا مالي خلق اجامل احد. سمعيني اريام، اذا بتتمين على اسلوبك وطريقتك هذه عمرك ما راح ترتاحين في حياتك، وراح تتمين مثل ما انت. دكتورة بشريني. مدام دانا، أنا بيسعدني إني بلغك وأقول لك إنك حامل. شنو؟ دكتورة صدق ولا تغشمرين؟ طبعاً ألف مبروك. وي يا ربي مو صدقة. تخيلي عقب علاج 4 سنوات بدون فايدة حسيت إني خلاص فقدت الأمل. الحمد لله هالمرة استجبتي للعلاج. الحمد لله. عن إذنك. بشار لازم أبشره. لا، بقول له أول ما أرجع.
نظرتك بفارغ الصبر والحمد لله ربي عوضني خير. من تزوجت ابوك وانا اتمنى يكون لي ولد منه، شيء يربطني فيه للابد، وهذا انتهيت. واه ايش كثر مستانسه. بشار 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 السلام عليكم. هلا هلا بشار. هلا بشار. اسمح لي تاخرت عليك. لا عادي. غريبه مو طالب شيء. انا ما ابي، اذا تبي اطلب. بشار في شيء مضايقك؟ عن صفحة الوفيات. شنو عندك احد تعرفه متوفي؟ محسن انت اتصلت علي قلت لي تبيني بموضوع ضروري، شنو موضوعك؟ موضوع ياسمين ما غير، يعني ايش عندي غير هالموضوع بالله؟ خلاص محسن، صار لك سنين متزوج ياسمين، كل فترة ثانية تكلمني على نفس الموضوع؟ ها، بشار ايش فيك معصب؟ أنا آسف ما كان قصدي. إذا ما تبي نتكلم موضوع ياسمين قول لي نأجله حق وقت ثاني، بس مو تحسس إن أنا سبب المشاكل كلها. وليش؟ صار شيء جديد؟ بشار، بصراحة أمي تعبت وايد، مو قادرة تتحمل مسؤولية البيت واليهال. وياسمين الله يهداها شايله ايدها من المسؤوليه خير شر. يا اخي انا مقدر وضعها النفسي بس انا عمري ما ضايقتها ولا اذيتها بشيء، ما ادري ليش تصرف التصرف. تكفى بشار، تعال قعد انت وياها، انت واختك نوره، يمكن تتغير، يمكن تسمع منكم، هي ترتاح لو قعدتوا معاها. ما عليه، انا اليوم راح اجي بيتكم اقعد معاها. يلا عندك. وين رايح بشار؟ انا جاي اقعد وياك ترى. ما لي حد متضايق وما لي خلق اسولف عن شيء. اليوم اي واقعد معك. شفت؟ أنا قلت حاسس إنك متضايق، ولا العادة أنت هذا مو أسلوبك، أنت أهدى من كذي. بس يلا يبا اللي تشوفه. عن عندك. حياك الله ما تشوف شر. منيو منيو. قواه. هلا. شج متضايقة؟ ما فيني شيء عادي. راجعت الدكتورة اليوم صح؟ أنا إيش قايل لك؟ يبا دانا، أنا مو مستاهل على الموضوع. ليش تضحكين؟ ما أدري أنت شنو تحس. ما ادري، انا اول ما دشيت حسيت انك متضايقه، قلت اكيد راحت حق الدكتوره وقالت لها نفس. بشار انا حامل. اي انا حامل شويك. صدق اول ما قالت لي الدكتوره ما صدقت نفسي، كنت بدق عليك بنفس الوقت واقول لك، بس قلت لازم اشوفك فيس تو فيس عشان اشوف رده فعلك. بصراحه انا وايد مستانس. حتى انا بشار طايره من الفرحه. يا ربي احس اني بحلم مو مصدقه للحين. اي بس ها، من اليوم ورايح لازم تديرين بالك على نفسك. أكيد طبعاً، وبعدين لا تنسى أن اللي جاي بالطريق هذا بيكون أغلى شيء بحياتي. طبعاً من بعدك يعني. إنزين بشار بسألك، أنت صدق مستانس؟ أنا وايد مستانس، يعني في أحد يسمع هالخبر وما يستانس؟ إنزين بقول لك شيء، أنا وايد أحبك، وايد 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 أحبك. الحين أقدر أنشر الخبر صح؟ أوكي. ألف مبروك دانا حبيبتي، استانست وايد. الله يفرحك أكثر وأكثر يا رب. أعطيني بشر خل أبارك له.
بشار حبيبي مبروك. آمين إن شاء الله يا رب. وأول ولد راح يجيني راح أسميه بشار على اسمك. لا ما أظن زيد يترضى ويقول شيء. زين حبيبي دير بالك على دانا، ترى تحتاج رعاية خاصة. أدري ما يحتاج وصيك، أصلاً أنت أحن وأطيب أخو بالدنيا. الله يخليك لي ولها يا رب. ماشي حبيبي، باي. زيد يعني معقولة اللي قاعد تسويه؟ شوف حوالينك وسخت المكان كله، ما يصير. دقيقة الله يخليك، الحين فيلم بيخلص شوي وجاب لك. الظاهر حياة العزوبية خلت عندك عادات مو زينة، بس مو مشكلة، أنا أعرف شلون خليك تغير هالعادات. إيه توكل على الله. توكل على الله. الله يرحمك يا أبو أريام ويغمد روحك الجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم آمين. أبو مرزوق أنت من الصبح واقف على ريولك وتعبان، أنا أقول روح خذ لك شاور وبدل ثيابك وارتاح شوي. من توفى أبو أريام ما شفت أريام، ودي أشوفها وأطمن عليها. كاهم وصلوا. السلام عليكم. عليكم السلام. هلا. على وين اريام؟ انت مو قلت بتروح تجيبها وتي؟ ما قالت بتقعد بيت عمي كم يوم. اي خلاص، ايش حقها تقعد هناك بروحها؟ اليوم ثالث يوم عزا خلاص. ايش ترانا عنها امه؟ قالت بتقعد بيت ابوها يومين ثلاثه تريح نفسيتها. ما علي يا ولدي، خلها تقعد يومين ثلاثه تريح، لان اريام كانت متعلقه بابوها وايد، وانت بين فترة وفترة اتصل فيها واتطمن عليها. حاضر يا ابو، تامر امر. يلا صبحون على خير. تلاقي خير. ايش حقه خليت راشد هناك؟ يمه شو المشكلة؟ ولد ابي تم معاه عادي. انا بيك مرة ثانية إذا رحت هناك تجيب راشد عشان تضغط عليها ترجع البيت. يمه ما سمعت ابوي شنو قال؟ لا أنت ولا أبوك فاهمين شو اللي قاعد يدور براس أريام. يمه تكفين لا تتكلمين عن أريام بهالطريقة، يعني شنو بيدور براسها؟ المشكلة إن أبوك مسكتني رابط لساني، بس راح يجي اليوم اللي أنت بنفسك تعرف. يماه عافية لا تقطي الكلام كذي وتمشين، فهميني شنو قصدك بالكلام اللي قلتي. أنت واحد ما عندك إحساس. إذا أنا اللي ماني عايشة مع أريام أدري إن هي ما هي طايقة تعيش معاك لحظة واحدة. شلون أنت؟ أنت ليه متى بتتم مقفل وتضحك على نفسك؟ لين متى بتتم كذي؟ على بالك ان اريام تحبك وتبيك وراضيه بالعيشه معاك، ها؟ لين متى؟ انا قايلت لك من قبل، انا وحده تعبت من الحمال والولاده، ما عندي استعداد اعيد التجربه مره ثانيه. ما شاء الله، اللي سمعك الحين يقول ترى انت البيت كله يهال. اوه رشود ماكو غيره. انا حالتي النفسيه ما تسمح اني انا اجيب ياهال الحين. انطر علي يا اخي، خلني استوعب اني انا بجيب ياهال وبحمل مره ثانيه. تعال اذا انت ما تبي تنطر عادي، روح تزوج واحده ثانيه وخلها تكود لك ياهال. ايش هالحكي؟ انت من صدق قاعد تتكلمين؟ اي من صدقي وصادقه بكل كلمه اقولها. ما عندي مشكله، روح تزوج، واذا شفتني عارضت هالشيء سوي فيني اللي انت تبي. بعدين ترى هالحل احسن لي واحسن لك. أكيد إنه تلبني إياه. حبيت اطمن عليك انت وراشد، اول ما تقعدين طمنيني عليكم.
يعني هذا تقبل. ساعة ساعة لما تبطل الباب. عمي شلونك شخبارك؟ هلا والله الحمد لله. شلونك؟ تمام تفضل حياك. ابوي انت متيت؟ ابدا انا بفهم انت ايش حقه ما تقول لي انك جاي يعني ها؟ يا بنيتي انا كنت بيي قبل بس ادري كان عندي اجتماع عمل وتاخر فيه. يعني مسوي لي مفاجأة ها؟ ولا خايف تي وما تشوفني؟ هذه البنت رغم انها مو عايشة معاي بس وهمتني عدل. واي يبا وايد اشتقت لك. والله حتى انا حبيبتي. بالمناسبة انا عندي بس 4 ساعات واخذ طيارتي وارجع دبي. يلا بسرعة. قوموا بدوا هدومكم وروحوا تعشى برا. قوموا. عمي مصدقك الحين الساعة 10 منو يطلع يتعشى؟ اي شنو يعني الساعة 10؟ ترى ما حد نايم بالكويت غيركم انتوا اثنين. والله عدل كلامك يبا بس اي بشار الصبح مبكر عنده دوام فما اعتقد اذا بيقدر يجي معنا ولا لا. ايش رايك بشار؟ بعد انا اقدر اقول لك لا؟ خلاص يبا راح يجي معاكم. بشار عادي مو لازم تضغط على نفسك اذا ما تقدر تي. على راحتك يعني. انت شنو ما تبيني اتعشى معاكم؟ بلا. خاب بينكم. يلا قومي 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 خلينا يلا بسرعة. 4 ساعات ها؟ يلا بسرعة بسرعة. ألف 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 مبروك يا بنيتي. خبر يسوال 1,000,000 دينار. بس عاد انت راح تكبرين راح أصير يد وأنا بعدي بريحان شباب. بعد شو نسوي يبا؟ هذه سنة الحياة. الحمد لله بالعكس أنا فرحان وايد وايد. بس طمنيني شلون بشار معك؟ بشار ما في منه 2 يبا. كذي يا بشار راح تنافسني على حب دانا. عمي أنت بالنسبة حق دانا موضوع ثاني. واثنينكم بالنسبة لي كل شيء. الله لا يحرمني منكم يا رب. والله لا يحرمنا منك يا بنيتي. أنت أطيب وأرق بنت بالدنيا كلها. تصدقين لما قعد معاك أتخيل نفسي قاعد مع أمك الله يرحمها. الله يرحمها. الله يرحمها. عمي سمعت إنك تبي تتزوج. والله شو أقول لك يا بشار؟ أنا بعد فشل تجربتي الأولى بزواج من فريدة خايف أكرر التجربة مرة ثانية. بس يبا ما يصير تتم قاعد بروحك. ما عليه ابني كل شيء بوقته حلو. انزين قول لي فريدة شلونها؟ والله يا بنيتي فريدة بعد ما اتطلقنا بسنة سمعت انها تزوج. الله يوفقها وين ما تكون. امين الله يوفقها يا رب. صراحة ما كانت تنزلي من هني ما اتحملها. اخاف انت سبب طلاقها. انا شكو. لا 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 دانها ما لها اي علاقة بالموضوع. شفت؟ بصراحة يبا انا وايد مستانسة انك جيت. تدري لو مو جاي كان زعلت منك. حبيبي وانا اقدر على زعل احسن وارق واحلى بنت الدنيا كلها. الله لا يحرمني منك. زين عمي ليش ما تقعد لك يومين هنا؟ والله يا عمي ودي بس اجتماعات لويا ومني منك رقبه ما عندي وقت. الله يعطيك العافيه. يلا هاك هاك هاك. كذي بشار راح يغار. شد. نعم. هلا حبيبي شلونك؟ زين. ايش قاعد تسوي؟ قاعد العب. يلا روح كمل لعبه انا بدخلك ماما داخل.
ايش امي طالع؟ وينها بعد؟ دران. يلا روح روح. ها وين كنتي؟ ايش فيك يا ريام قاعد احاجيك؟ ايش فيك شي مريت عليك انك مو شايفتني؟ ايش عندك يا مبكر؟ ما عندي شيء ولهت عليك، قلت امرك قبل اروح الشركه. بس ما قلتي لي وين كنتي؟ يعني مالك في العوايد تقعدين الصبح. مرزوق انا ابي اسافر. وين بتسافرين ان شاء الله؟ ما ادري اي مكان. بس ابي اصفي مخي. شو العجي هذا؟ يعني انت الحين مخك مو صافي؟ اي. أنا أحس إني أنا مو أنا. يا ريت لو كنت ترجع مثل قبل. ترجع مثل قبل يعني قبل أن تزوج قصدك؟ تصدق ما أدري، قاعد أفكر وين أسافر. ولدك راشد شلون عليه؟ يعني راشد بيتم معاك. زين وأنا رأيك عادي تخليني هني وتسافرين يعني؟ ما راح أهمك؟ يعني الحين أنت إيش بيصير لك إذا أنا رحت؟ جد مرزوق أنا محتاجة أسافر، ما سافرت نفسيتي بتتم تعبانة. عموماً واضح من كلامك انت ماخذ قرارك وخالصه، واعتقد الحين رايي يمكن ما يهمك، فانجوي. بس ما قلتي لي متى بتسافرين؟ بعد 3 ايام. حلو، يلا عيل نادي رشود وخل نروح بيتنا. لا انا بتم هني. ريام انا ما قمت اتحملك، شو اللي تبينه بالضبط؟ احيانا مو امس قالت لك بتم هني كم يوم؟ اي بس يا اريام ما يصير، ما يصير يا اريام، انت بعد 3 ايام تبي تسافرين، لازم تقعدين مع رئيلك، تقعدين مع ولدك، ترجعين بيتك، المنطق يقول كذي. مرزوق الله يخليك خلني على راحتي، لا تضغط علي. من اول ما تزوجنا وانا بخليك على راحتك. انا ما ادري الوضع لمتى بيتم كذي. تعال حبيبي راشد. على بينكم. ما بوي شي؟ ما في شي، بس ابوك شوي متوتر، بس لا تخاف يعني ماكو شي مهم. اي كذي اضحك. الو ها مرزوق، كلمت ريام ترجع البيت؟ اي ما كلمتها، بس ما تبي ترجع البيت، تبي تسافر بعد. وين بتسافر؟ تقول زهقانه ودها تغير جو، ودها تزور امها بعد. بروحها؟ اي ما بتسافر بروحها. ما شاء الله، وانت وافقت؟ يما ايش تبين نسوي لها يعني؟ خلاص خلت تسافر، الله معاها، ايش تبين نسوي يعني؟ على فكره ترى اسلوبك هذا قهرني، نصيحتي لك غير اسلوبك معاها. هذه مرتك وانت مسؤول عنها، خلي كلمتك هي اللي تمشي عليها، مو كلمتها هي اللي تمشي عليك. يمه الله يطول بعمرك، اريام عنيده انت تعرفينها عدل. المشكله ان اريام عرفت شلون تسيطر عليك، وعرفت شلون تمشي كلمتها. اقول ترى الحرمه اذا مشت كلمتها على الريال وتحكمت فيه خلاص، يعني معناتها الريال انتهى. يمه ايش قصدك بهالكلام؟ تبين اطقها يعني مثلا؟ تبين اطقها ولا منعها من السفر؟ قولي. مرزوق ترى أريام زودتها وايد ولازم توقفها عند حدها. أريام أنا أعرفها ما ترد على أحد،
وإذا خليتها على هالحال هذه راح تتمادى أكثر وأكثر، والله يعلم باكر شنو المصيبة اللي بتجينا من وراها. أعطيني التلفون. اسمعني يا مرزوق. هلا يبا. أبيك تنسى كل الكلام اللي قالته أمك. وإن سمعتك أذيت أريام ولا سويت فيها شيء ما تلوم إلا نفسك. حاضر. حاضر يا يبا. تامر أمر. راشد أنا بس ولا كلمة. أنت سمعتك مرة ثانية تشيشين مرزوق على أريام، مالك قاعدة بهالبيت ولا دقيقة. راشد أريام بتسافر بروحها وما يصير اللي قاعد تسويه في مرزوق. مرزوق هذا هم ولدنا، أنا ماني مرتاح حق تصرفات أريام مع مرزوق. مالك شغل، خليهم على راحتهم، لا تدخلين بحياتهم، هذا مو شغلك. حاضر، ما راح أتدخل بحياتهم. أقول ديك الليلة بصراحة مشيتي، هي كنت بقول لك شيء ما لحقت، لا أقول لهم التليفون ما يصير، لازم أشوفك عشان خلاص أوكي. لا 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 أمرك أنا قبل أروح الدوام. حاضر إن شاء الله. خلاص وأنا أحبك بعد. يلا عاد يلا يلا يا مساء. باي باي باي. تكلم منه؟ جاء كلم واحد من ربع معي بالدوام. بعد النورة إذا شفتيني قاعد أتكلم بالتليفون لا تجابليني كذي وأنا ما أدري عنك. لو إن صج واحد من ربعك من دوام كان كلمته قدامي ما اهتميت. خلاص نورة لا تقعد تغثيني بسوالفك. أغثك؟ أنت ليش تكلمني؟ حول ولا قوة إلا بالله نورة، يعني أنت لا تكبرين السالفة. ما حد قالك مثل الكلمة قبل هالمرة؟ لا طبعاً، عمره ما حد قال لي تغثيني، عمره ما حد عاملني بهالأسلوب أصلاً. خلاص دام كذي انتهينا، غير الموضوع. أنت ليه متى بتتم كذي؟ من رايح شغلك؟ مفروض إجازتك خلصت. زين خلاص توكلي على الله. زين كل ما قلت لك شيء قلت لي توكلي على الله، توكلي على الله، توكلي على الله، يعني ماني فاهمة. نورة أنا مو متعود أحد يتحكم فيني، فعد لا تزعليني منك. وأنا ما أحب أحد يعاملني باستخفاف كذي. زيد أنا زوجتك، يعني المفروض علاقتنا تكون فيها حب وحنية وتفاهم، مو الأسلوب اللي قاعد تعاملني فيه.